الصفية تتعدم زول عشان تبقى شيخ البلد يا زيدان. احترم نفسك يا ولد. هو زيدان ده كان من دورك ولا بيلعب معاك؟ لا وانت الصادق، لا ده مسجون معايا من امبارح ومش راضي يقول لي ايه سر رميته هني. خليك في بلوتك انت، خليك في بلوتك، مش بعيد تاخد لك اعدام في التهمه بتاعتك دي. اعدام؟ ياكش فاكر انك هتنجى منها؟ طب صفيه ولقت اللي يهربها ويوقف معاها، مش الضابط ممدوح برضه هو اللي هربها من مستشفى المجازيب؟ مين قال؟ ما هو انت ما تعرفش حاجه، وما تعرفش كمان ان صبري ده هو سيد ابن جرواني. بتقول ابن مين؟ لا انت ما تعرفش، ابن الجرواني. واعرف من ايه؟ يعني صبري ابن عمي يبقى ابن جرواني؟ لا 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 لا، ده كلام خبل. والنعمة الخبل في مخك انت. وانت كنت تعرف يا زيدان؟ نزل ايدك يا ولد. رد علي، كنت تعرف ان ابن جرواني؟ وانا لو كنت اعرف يعني كنت هخليه يعيش مع صفية في دار واحده؟ واني لحد النهارده مقتنع عن اخوه اما مات وهرب من البلد عشان ينتقم من صفية ويرجع لعيشته الاولانيه، انما يطلع ابن جرواني دي حاجه ما تخشش العقل ابد. لا يا نهارك اسود يا بدر، يا نهارك اسود يا بدر، ست بنت عمك لحمك مع غريب، ده انت تستاهل الهجران. يا خبتك القوية يا بدر، يا خبتك القوية يا بدر. لا يا ابني، المستشفى القديمة ما رضيتش تديني تقرير طبي عن ابني، قمت نقلته لمستشفى تانية، وآن الأوان بقى أعرف إيه اللي جرى لابني وإيه حكاية الحقنة دي بالظبط اللي شقلبت كيان. بس أنت اتأخرت قوي يا عمدة على ما قدمت البلاغ ده. عارف يا ابني، بس أقول إيه، منه لله اللي كان السبب. على العموم الدكتور نادر المشرف على حياة ابنك دلوقتي بلغنا بالواقع من ساعة ما نقلت فريد ابنك للمستشفى بتاعته لغاية دلوقتي. بلغكوا؟ أيوة يا عمدة، وحققنا في الواقع وعملنا تحريات مكثفة لغاية ما عرفنا مين الجاني. لكن للأسف بعد ما اكتشفنا مين المجرم اللي حرض الممرضة انها تدي ابنك فريد جرعة بنج زيادة، اكتشفنا انه مش موجود. مش موجود يعني ايه؟ اتقتل يا عمدة. اتقتل؟ هو مين ده اللي اتقتل؟ صبري عبد الرازق بركات. صبري؟ صبري؟ ايوه صبري يا عمدة، الممرضة اعترفت بكل التفاصيل وحولناها على النيابة، واعتقد ان جلسة محاكمتها هتكون خلال الشهر ده. بس صبري ما ماتش، صبري لسه عايش. عايش ازاي يا عمدة؟ مركز السوق بلغنا انه مات مقتول. ما ماتش، صفية شافته، الدكتور امين شافه، بس هو يعمل كده ليه في ابني؟ ينزل ليه؟ بينتهي مني ليه؟ حد يقول للناس، حد يطلعني يا عالم. اهدى من فضلك يا عمدة وفهمني بالراحة، صبري ازاي عايش وايه اللي ساكتك طول المدة دي كلها؟ هقول لك يا سعادة الناس، هحكي لك على كل حاجة. ايه يا سارة ما بترديش ليه؟ بقالي 10 ساعات بطلبك. ايه؟ بتقول ايه؟ يبقى اللي حسبته طلع مظبوط. ما بلغتليش ليه يا سارة من الأول؟ معقولة ما كنتيش تعرفي؟ سارة أنا عايز أخلص من الواد ده بأي شكل قبل ما يقابله. أنا مستعد أديك اللي أنت عايزاه، بس خلصيني منه. الواد ده يا سارة لازم يموت. كده الصفقة ضاعت رسمي وطلعنا من المولد بلا حمص. اللي أنت عايزاه يا سارة، أنا مستعد أديكي 10 مليون، بس خلصيني من الواد ده. طيب طيب خلاص، قلت لك خلاص، انا هتصرف. باي باي بقى دلوقتي، باي باي. تمام يا باشا. مساء. ايوه يا فندم. طب اعملوا اللي قلت لكم عليه. حاضر. من زمان وانا عايز اتفرج على اللحظه التاريخيه دي. ساره ما تيجي معايا نتفرج سوا؟ اوكي. Thank you.
ايوه يا فندم، انا سالت وعرفت الفيلا دي باسم مين؟ باسم شادي وجيه راغب. شادي وجيه راغب؟ هي وصلت لحد كده؟ طيب ما تعملش حاجه لغايه ما اكلمك تاني. يظهر ان الموضوع اكبر من خيالك يا رشاد. مساء الخير يا فندم. عشان تلعب لعبيتك، تاخد مننا الارض يبنوا عليها فنادق للخواجات. بس يا خسارة، فهمت متأخر. لكن انا من اول يوم عارفه ومتاكده انك مش اخوه. لكن جاي لي واعوز مننا ايه؟ اقعد اسال اللي كان محيرني ومش لاقيه له وجه لحد ما جيت هنا وقابلت الكبير بتاعكم. الحاجات دي كلها عن بلدني ازاي؟ وعرفت الحاجات دي كلها عن ابويا ازاي؟ مين اللي وعاك قبل ما تنزل البلد؟ مين اللي قالك كل دي؟ يكونش زيدان ولا رضوان؟ لا، رضوان. رضوان كان عايز يخلص منك بعد اللي عملته في فردوس، يبقى هو زيدان. ولا يكونش الحاج منصور؟ منك لله قلبت كياني البلد وخليتنا كلنا بنشك في بعضينا. انت مخلوق من النار زي الشيطان وزي ليه؟ ده انت الشيطان ذاته. هو في حد يعمل اللي عملته ده؟ تاني دبت السكينه في بطنك وطلعت عايش، ورضوان ضربك على دماغك زي ما فردوس ما بتقول وبرضك طلعت عايش. دي البلد عملت لك جنازه وقبر ودفنوك ودي قاعد قدامي اهو. ده شغل ابلسي ولا بني ادمين؟ عايزه تعرفي اللي حصل يا صفيه؟ خلاص أنا ما قلتش عايزة أعرف حاجة. بعد ما الأرض ضاعت مني أنا الموت أحسن لي. ما تستعجليش يا صفية، طالما إحنا الاتنين هنا يبقى هنموت. ونموت إحنا الاتنين ليه؟ طب أنا ماشي، لكن أنت تبعها؟ وأنا لو كنت تبعهم يا صفية كانوا جابوني هنا بالشكل ده. طب لو أنت مش تبعها تبقى تبع مين؟ ومين بعتك لنا البلد؟ أحكي لك يا صفية، أحكي لك على كل اللي حصل.